في معرفة سابقة لكن كل عبدو شريف سهى الشعبية بلبنان. أهلا وسهلا فيك عبدو شريف بحديث البلد وبلبنان، وأهلا بكل المغرب من خلالك. عبدو شريف، أنت مطرب مغربي من حوالي 20 سنة. من بدايتك حملت بصوتك عرائد الفن الأصيل وبقيت وافي له من خلال أدائك لأغاني الطربية الأصيلة، وخاصة أغنيات العندليب الأسمر اللي تميزت بتشابه صوتك وأدائك بصوته وأدائه. عبدو شريف أهلا وسهلا فيك مثل ما قلنا من جديد. نحن كتير سعيدين تكون ضيفنا الليلة، ويكون ضيفنا أجمل من غنى عبد الحليم حافظ. عبدو شريف، عم تستعد حاليا لتقديم حفلك الغنائي المنتظر تحية إلى عبد الحليم حافظ مساء السبت 10 تموز يعني بعد بكرة ضمن مهرجانات بيت الدين، وبيرافقك بهالحفل أوركسترا بقيادة المايسترو إحسان المنذر. كيف استعداداتك لهالسهرة؟ استعدادات بلشت من فترة يعني. نعم. بس أول شيء بحب أقول إنه كتير مبسوط وكتير فرحان، بشكركم على اهلا وسهلا فيك. انه قابل علاء صار لي زمان ما شفته. نعم. ولبنان، لبنان بحبها كثير يعني، بحس انه كل العالم العربي بدمي، بس على الاخص المغرب، لبنان، مصر. واول ما اجت هذه الفرصه يلي فرصه مهرجان بيت الدين، اللي بنعرف عنه انه مهرجان يعني مش اي حد بيغني بهالمهرجان. صحيح، مهرجان راقي جدا. بشكرهم كثير انه اختاروني لهالسنه، و نفسيا في استعداد يعني، ان شاء الله بحس انه راح تكون احسن حفله بقدمها بحياتي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. عبدو شريف، شو الاغاني اليوم اللي اخترتها من ريبرتوار عبد الحليم حافظ لتأدي له تحيه من بيت الدين؟ مفاجاه يعني، تعودت انه ما بدون تسميه يعني، اي نوع من الاغاني؟ اروع ما غنى عبد الحليم. هيدا كل شيء فينا نعرف. من اروع ما غنى لانه ريبرتوار كثير كتير غني وكتير حلو. وكمان في شغلة انه الاغاني كتيرة وكل واحد عم يستنى غنيته. نعم. فكيف فينا نرضي الناس؟ فهلأ عم شوف مع المايسترو كيف بدنا نعمل نوع من الكوكتيل. لليوم مهرجان بيت الدين صار مكرم عملاقين من عمالقة الغناء، وهن اسمهان وام كلثوم، وهالشي بحفلين كتير ناجحين، حتى عم بيتكرروا بمهرجانات اخرى وبافتتاح مهرجانات اخرى. كيف تعدن يكون الحفل الثالث؟ الحفله الثالثه هو تكريم عبد الحليم. في العالم العربي بنقول الثالثه ثابته. يعني رح كل الناس تحكي عن هالحفل اذا الله راد. والله انا رح اعمل مجهودي. نعم. وان يكون في مستوى يكون قائد الفرقه معي. نعم. الموسيقار الكبير. نعم. الاستاذ احسان المنذر كان ضيفنا كمان، وطبعا شرف لي انه غني مع فرقه لبنانيه. نعم. هيدا شرف كبير كبير كبير، وان شاء الله يعني راح نقدم شيء حلو. لكن نعدهم للمشاهدين انه بعد بكره ب10 الشهر حفل رائع، والثالثه ثابته من بيت الدين. عبدو شريف، بما انه انت وعلاء زلزلي طلع في معرفه سابقه وصداقه، وانا اكيد انه علاء زلزلي بيحب كمان عبد الحليم حافظ. هو اول حفله لعلاء زلزلي كانت بتكريم بليغ حمدي. نعم. بمصر، وغنى فيها زي الهوى. اها. وغرت منه ساعتها لانه غناها من اروع ما يكون. لكن بدنا نعرف كيف هو غناها وكيف انت بتغنيها. فينا نطلب منكم ديو سوا الليله؟ اذا بدنا ديو لازم اقول يا حنون. يا حنون. لا ندري زي الهوا. ما اعرفش. انا لك على طول، خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يروح من النوم، ابعت لي
سلام قول أي كلام من قلبك أو من وراء قلبك مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني أقاسي نار حبك أقاسي نار حبك أنا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطول عليا وخد الاتنين وسلبيا من أول يوم راح مني النور الله تسلم تمكن عن جد عبدو شريف كتار ممكن يسألوك اليوم ما دامك بتملك هالقد صوت جميل ومتمكن ليش بعد ما حاولت تخلق خط خاص فيك؟ سؤال فظيع ما قولتش عليه لا هو بصراحة بالعالم العربي ما في يعني بعد ما ترسخت ثقافة فن الأداء مثل الغرب، الغرب عندهم أداء الأوبرا، بافاروتي مش صحيح. مش بيغني أغاني خاصة صحيح بيعيد تراث نعم الكلاسيك يس يعني أنا يمكن واحد من مجموعة فنانين مقتصرين على أداء المدارس الأصيلة بحيث إنه صوتهم لابق لهالمدارس أكثر من لو قدموا شيء لإلهم نعم. هذا مش يعني إنه لا للمستقبل ما يمنعش انه ممكن اقدم شغله نعم. بس ان شاء الله يعني لما اقدم غنيه بدها تكون على الاقل بمستوى ادائي لاغاني عبد الحليم والا بنضرب انا. عبدو الشريف بطفولتك انغرمت ببنت الجيران اللي ما بدلتك الاحساس ونية دلني عليها بس لا أحد. معقوله؟ اي والله معقوله؟ لا كانت بذوقها لا لا بلا نظر هيدي انا هيدي اللي بدي اقولها لا بس هي والله ما خدت خبر يعني ما انتبهت ما عندها خبر اساسا يعني ما انت مغروم لوحدها ايه لوحدي ما عارف مين رح يصير عبد الشريف حتى يمكن مش شايفته ايه بالقفا ما هيك عم بوقتها هديك صديقك البوم لعبد الحليم حافظ ليساعدك تنسى حبيبتك حدا بيهدى البوم ليساعده ينسى حبيبته انا فريد الاطرش نسيني اياها لا بس عن جد عن جد لما نكون حزينين لما نكون فرحانين يعني الايموشن لازم يبقى مع موسيقى لازم يبقى مع موسيقى صحيح بس أنا ما بتزيد الانفعال ساعتها كنت عارف اغاني عبد الحليم بس ما كنت يعني منجذب ليها اكثر لما عشت الحاله حسيت في اغاني عبد الحليم حافظ اكثر والحب بتقول للبنت بتقول انه هالاغاني هالالبوم غير لك حياتك ايه حبي للبنت راح يعني نسيت البنت وحبيت الاغاني شو كانت اول اغنيه سمعتها لعبد الحليم بهالالبوم وانغرمت فيها ضيل اناديل والشارع الطويل فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل بليالي سهرناها بليالي سهرناها وسهروا الأناديل سهروا عبدو الشريف يعني ما بدي اكون طميعه بس بعتقد الكل بيوافقوني يعني بدي منك هيك مقطع صغير او من قهواك او من قارئه الفنجان لا احكي لك شيء ثالث جبار
السوق التوق جبار خدعتني ضحكته وخانتني دمعته ترى خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش عارف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار 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 بعتقد كل اللي ما انغرموا من زمان رح ينغرموا بعد هالحلقه اذا مش بحدا جديد بصوت عبده شريف لكن محبي العندليب عبد الحليم حافظ ولكل محبي عبده شريف واداء وصوت عبده شريف انتم على موعد مع حفل لكن كثير مميز مساء هالسبت 10 تموز ضمن مهرجانات بيت الدين. عبده شريف بدي اشكرك لانك اعطيت من وقتك رغم انك انشغالاتك وتحضيراتك. شكر للبنان والشكر للجنة مهرجان بيت الدين يلي تحت لي هيدي الفرصة. نعم والشكر لكم. شكرا وسيدي نورا جبلاط اللي عم تجيب لنا كمان كل هالحفلات الحلوة على لبنان وهالفن الأصيل. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا بحضرة البلد. شكرا. لا يكلمني ولا يكلمني.